توقعات التسعيرة الجديدة لشهر حزيران المقبل التي ستعلنها الحكومة الجمعة القادم في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط ومشتقاته. ينضم إلينا عبر خدمة زوم الخبير في قطاع النفط هاشم عقل. أهلا بك سيد هاشم. أهلا بك، مساء الخير. سيدي، بداية الشهر الحالي سجل انخفاضا كبيرا النفط، وسجل بنهاية الأسبوع الثالث أكبر خسارة أسبوعية منذ بداية العام. ما هي الأسباب وراء ذلك؟ مساء الخير، شكرا للاستضافة. ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع الحاد هي قرار الفيدرالي بتأجيل خفض الفوائد، وكانت هذه يعني عكس توقعات الأسواق العالمية. عدم خفض الفوائد يؤدي إلى التراجع في الاستثمارات سواء في قطاع الطاقة والنفط أو في الاقتصادات الأخرى بسبب ارتفاع تكلفة الاستثمار والفوائد. هذه التكلفة المرتفعة أيضا تنعكس إلى نتائج أخرى، منها أن هناك يصبح نوع من الركود في الأسواق، وبالتالي يتراجع الطلب على البترول ويصبح العرض مرتفع، وهنا تبدأ الأسعار بالتراجع كما نشهد هذه الأيام. هناك ركود في الأسواق، هناك تراجع في الطلب الصيني، هناك تأجيل لخفض الفوائد، تبدد الأخطار الجيوسياسية التي كانت موجودة في منطقة الشرق الأوسط، وحتى عندما توفي رئيس إيران لم يؤثر على أسعار البترول. وعادة عندما يتوفى رئيس دولة منتجة وبشكل كبير لاعب أساسي في قطاع الطاقة والبترول يؤدي إلى قفزات، لكن الأسواق ضعيفة ولا تتقبل ردود الأفعال العنيفة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا. نعم. هذه العوامل. أيضا هناك النقطة أن هناك دول خارج منظمة أوبك زائد، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل والأرجنتين، ومنتج جديد دخل الأسواق بحجم كبير 600 ألف برميل غويانا. هذه الدول ما تخفضه أوبك بسبب التزام بحصص خفض الإنتاج تزيد إنتاجها في المقابل، وهناك تخوف من إحلال في أسواق. نعم، يعني سيدي أنت تتحدث، يعني من المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في 2 يونيو لتداول بشأن سياسة إنتاج النفط، ما هي التوقعات؟ لن يكون هناك تغيير، يعني علما كان هناك آمال بزيادة الإنتاج بعض الشيء، لأن كان هناك في الفترة الماضية حدث في بداية الهجوم العدوان الصهيوني على غزة ارتفاع أسعار البترول، وصلت إلى تقريبا 90 و91 وتجاوزت $94، فكان هناك نوع من نقص المعروض في الأسواق بسبب تحول ناقلات النفط من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، لكن هذه الحالة لم تستمر لفترة طويلة وعادت الأسعار إلى الهدوء وبقيت كما هي. فبالتالي أنا أعتقد أن منظمة أوبك، وهو اجتماع هام جدا، لن يكون هناك تغيير في حصص الإنتاج، وستبقى هذه الحصص أتوقع إلى نهاية العام، لأن التقارير التي تصدر من منظمة أوبك زائد تقول أن هناك نمو في الطلب العالمي 2.25 مليون برميل. أعتقد أن التقرير الذي صدر من وكالة الطاقة الدولية عكس هذا التوقع بتقريبا 50% من هذا التوقع، وبالتالي أنا أعتقد أن القرارات ستبقى مستمرة ولن يكون نعم سيد هناك هاشم. تغيير في الحصص. طيب، المشتقات النفطية من البنزين والسولار والكاز شهدت أيضا انخفاضا واضحا، كيف يتم تحديد هذه الأسعار؟ أسعار المشتقات النفطية لا تخضع لتسعير خام برنت، هناك تسعيرة عالمية للمشتقات النفطية، وهناك بورصات، بورصة الخليج، بورصة سنغافورة، بورصة لندن، بورصة البحر المتوسط، هذه هي التي تحدد أسعار المشتقات النفطية وليس سعر خام برنت. خام برنت عندما يرتفع اليوم يحتاج إلى 10 أيام على الأقل حتى ينعكس على أسعار المشتقات النفطية لترتفع، والعكس صحيح. وبالتالي تحديد أسعار المشتقات النفطية ليس له ارتباط بسعر خام برنت، هناك أسواق عالمية وبورصات هي تحدد هذه الأسعار، ونحن ملتزمون بالتسعير العالمية. نعم، بشكل سريع سيدي، في ضوء هذه التغيرات ما هي التوقعات بالأرقام لتسعيرة شهر حزيران المقبل، وهل سنشهد انخفاضا كبيرا في الأسعار؟ هناك انخفاض على لتر البنزين 40 فلس 4%، ال95 40 فلس 3.3%، والديزل 35 فلس 7% تقريبا. هذه هي توقعات وليست أرقام نهائية. أريد أن أنوه لنقطة هامة، أن تحدثت عن نسب مرتفعة في الانخفاضات، هذه النسب حسب تقرير وزارة الطاقة هي نشرة أسبوعية إرشادية تتحدث عن أسبوع منفصل عن الأسبوع الذي السابق الأسبوع اللاحق. نعم. طب هل لديك أي معلومات عن حجم المخزون الاستراتيجي للنفط ومشتقاته، وهل تأثرت بتداعيات أزمة البحر الأحمر؟
أود أن أصلح بعض الخطأ، نسبة ارتفاع انخفاض الديزل 4.7% عفوا، المخزون الاستراتيجي الموجود وهو مخزون إجباري لشركات التسويق الثلاث بالإضافة إلى المخزون الحكومي يكفي حاجة الأردن لمدة 60 يوم. طيب هل تعتقد أيضا سيدي أن التوترات الحالية تتطلب تعديل آلية تسعير المحروقات في الأردن؟ ليست التطورات الحالية، هناك قرار صدر في سنة 2008 شهر 2 هو تحرير أسعار المشتقات النفطية، وتحدث عن سقوف سعرية ومن ثم التحرير الكامل لأسعار المشتقات النفطية، وهذا ما يجب أن يحدث منذ فترة طويلة. تم تأجيل الموضوع لعدة سنوات بدون تبرير منطقي حتى يكون هناك قاعدة علمية تبرر هذا التأجيل، لكن للأسف الشديد لم يتخذ أي إجراء، وهناك وعود سابقة منذ العام الماضي أن يبدأ تحرير أسعار المشتقات النفطية بالسقوف السعرية من بداية العام الحالي، ولكن لم يحدث شيء. يجب أن يكون هناك إجراء سريع في تحرير أسعار المشتقات النفطية بداية في السقوف السعرية ومن ثم التحول إلى التحرير الكامل حتى تخلق نوع من المنافسة بين الشركات يستفيد منها المواطن. نحن نعيش في احتكار لثلاث شركات لأن الأسعار مثبتة لجميع الشركات ولا يوجد تنافس بينهم، وهذا أفقد تحرير المشتقات النفطية من محتواها. نعم، الخبير في قطاع النفط هاشم عقل كنت معنا عبر خدمة زوم، شكرا جزيلا لك.